اهلا بكم مشاهدينا مجددا، وايضا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه اعلن مجلس البحث العلمي الفائزين بجائزه البحوث والابتكار في مجال المياه في دورتها الاولى. نبارك لكل الفائزين في مجالي هذه الجائزه، النشر العلمي وايضا الابتكارات، وتفاصيل اكثر عن هذا الحدث نتواصل في الدقائق القادمه مع الدكتوره جميله بنت علي الهنائيه مديره قطاع البيئه والموارد الحيويه في مجلس البحث العلمي. مساء الخير دكتورة، سعيدين جدا بوجودك معنا. وأيضا نرحب بالأستاذ حمود بن عبد الله العدوي، وهو معلم في مدرسة بن عرب بن سلطان في بهلة، وأيضا هو الفائز بالمركز الثالث في هذه الجائزة في مجال الابتكارات. مساء الخير أستاذ حمود، ونبارك لك أيضا هذا الفوز. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. يا مرحبا بك. أبدأ معك دكتورة جميلة، كيف جاءت هذه الفكرة حتى تخصص جائزة معنية للبحوث والابتكار في مجال المياه؟ كل عام والجميع بخير بمناسبة اليوم العالمي للمياه. أود أن أوضح بأن جائزة البحوث والابتكار في مجال المياه هي تحت مظلة البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه. وفكرة تأسيس البرنامج واستحداث هذه الجائزة هي تنفيذ لتوصيات ندوة الكراسي العلمية لصاحب الجلالة التي أقيمت في طوكيو في أكتوبر عام 2014. هذه الندوة كانت تحمل عنوان إدارة المياه تنمية مستدامة. طبعا خرجت التوصيات بجملة، خرجت هذه الندوة بجملة من التوصيات، من ضمنها كانت التوصية باستحداث جائزة للمياه بحيث تعنى بالابتكارات والبحث العلمي وكذلك دعم البحوث. فمن أجل ذلك تم تأسيس هذا البرنامج وتم اعتماد البرنامج، والبرنامج قام بتمويل بعض الأبحاث وطبعا الاستحداث الجائز. جميل. طيب استاذ حمود نبارك لك هذا الفوز، فوز بابتكار تطبيق للهواتف الذكيه للحديث عن موضوع الماء واهميه ادارته. ايش تفاصيل هذا الابتكار؟ طبعا هذا الابتكار جاء من مشكله حدثت في المدرسه، وهي ان هناك فاقد كبير جدا للمياه، ولم نستطع أن نحل هذه الإشكالية لأن شبكة المياه في المدارس متشعبة بشكل كبير جدا. فعندنا الثلاجات ودورات المياه وأيضا الأنابيب بشتى أنواعها، فإصلاح الأعطال تكون متأخرة جدا، فبالتالي الفاقد سوف يكون كبير جدا. جاءت الفكرة هي كالتالي، أننا نضع تطبيق للهواتف الذكية. طيب. هذا التطبيق الموظف أو المعلم في المدرسة عندما يشاهد تسريب للمياه أو فاقد للمياه يقوم بتصوير ذلك المكان. طيب. بعد ذلك يعين الموقع عن طريق إسقاط ما يسمى بإسقاط الدبوس. نعم. بعد ذلك يكتب الضرر، هل هو قليل أم كثير أم متوسط أم ماذا، ثم بعد ذلك هذه البيانات كلها يرسلها إلى المشرف. المشرف تأتيه مباشرة رسالة. ممتاز. هذه الرسالة طبعا وميض، إذا كان يعني الفاقد كثير جدا يكون اللون الأحمر، وإذا كان أقل يكون باللون البرتقالي ثم باللون الأخضر. بعد ذلك مباشرة يقوم المشرف بالاتصال بالعامل المسؤول عن الصيانة، ويذهب مباشرة إلى المكان ويصلح العطل مباشرة، ويكون هناك الفاقد قليل جدا. إيش اسم التطبيق؟ الماء شريان الحياة، وموجود على الأندرويد والأبستور. نعم طبعا إحنا الآن دعيناه يمكن خاص لكل مدرسة. نعم. لماذا هذه الخصوصية؟ لأن نخاف أن أحد يعني يرسل رسالة بيانات. نعم بيانات أخرى، فبالتالي كل مدرسة تكون خاصة بها رقم سري للتطبيق. نعم. طيب دكتور جميل، كيف كان زخم المشاركة في هذه الجائزة في مجاليها؟ احنا استقبلنا ولله الحمد طلبات كانت متميزة في النشر العلمي وكذلك في الابتكارات، وكانت بالفعل يعني تلبي او يعني مطابقة حسب المواصفات اللي هي واردة في الجائزة. كذلك بالابتكارات المبتكر الناشئ، وهي الفئة التي قامت وزارة التربية مشكورة بإدارتها، كانت أيضا متميزة من ناحية الطلبات والتنوع، وأيضا من ناحية السبق في المعلومات وكذا. نعم. الآن هذه الفكرة، فكرة هذه الجائزة أنها ستكون سنوية إن شاء الله. نعم. وفي كل سنة تناقش موضوع؟ لا، هي عامة بكل ما يتعلق بموضوع البحوث والابتكارات في مجال المياه. نعم، مسألة دعم البحوث الشق الأول من البرنامج، في كل سنة هناك موضوع معين يطرح، يعني على أساس أنه الدورة الأولى لإعلان طلب استقبال دعم البحوث العلمية كان الموضوع الرئيسي فيها هو موضوع تكنولوجيا المياه والابتكارات فيها. أما بالنسبة للجائزة هي مفتوحة لكل مجالات المياه في كل فروعها. طيب ذكرت عن موضوع المبتكر الناشئ.
التي أدارته وزارة التربية والتعليم. نعم. كيف كانت هذه الابتكارات اللي كانت متميزة بصراحة، ونحن نشيد بأبنائنا الطلبة، كانت لديهم أفكار حلوة وبالفعل يعني كانت لها استجابة طيبة لدى لجنة التقييم. لماذا حددتم هذه الفئة فيها يعني خاصة بمبتكر الناشئ يعني؟ كانت الفكرة عندما كنا نقوم بوضع أساسيات البرنامج أنه مسألة الابتكار تكون عامة. نعم. ولكن وجدنا أن فئة المبتكر الناشئ وهم طلبة المدارس ما قبل سن الجامعة هي نوعا ما مهمشة وغير واضحة في الابتكارات، فرأينا أنه يكون في هناك شق للابتكارات العامة. ممكن أي شخص يقدم فيها بما فيهم الشركات الناشئة والشركات الكبرى، وفي شق آخر المبتكر الناشئ وهم طلبة الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر. ممتاز. طيب صادح محمود، يعني هل جربتم هذا التطبيق على نطاق واسع؟ كيف كانت النتائج؟ نعم، الآن بدأنا في المدرسة طبقنا، والحمد لله أن وجدنا أن الفاقد المياه بدأ يقل تدريجيا، وطبعا طبقنا من خلال مجموعة من المعلمين، وفي طور التجديد بإذن الله تعالى. نعم. لأن الآن في المدارس في كل مدرسة في على منحاء السلطنة موجود هناك أخصائي إداري ومالي، يمكن هو يكون مشرف عن هذه طبعا التطبيق بإذن الله تعالى. نعم. هل من ممكن تعميم نشر هذا التطبيق على نطاق أوسع، يعني أن يتجاوز فكرة المدرسة؟ نعم نعم، يمكن أن نتجاوزه حتى إلى المسجد. نعم. يمكن المشرف على المسجد يمكن يكون هو عنده التطبيق، وجميع المصلين يكون عندهم هذا التطبيق، أو مثلا العامل الذي ينظف المسجد يمكن يكون عنده هذا التطبيق، فإذا كان هناك أي عطل بإمكانه يرسل له الرسالة فيتلقى العامل مباشرة يصلح العطل الموجود فيه. نعم. عندنا أيضا مستقبل فكرة تكون طموحة بإذن الله تعالى. طبعا كما نعرف نحن الآن المياه حكومية على مستوى السلطنة، يمكن شخص وجد هناك عطل في إحدى الأنابيب المياه يمكن يصور ذلك المكان ويرسله إلى الدائرة المعنية في الولاية التي هو موجود فيها. نعم. بعد ذلك طبعا يستقبل المشرف ويمكن مباشرة يذهب لإصلاحه. نعم. طيب إلى أي درجة هذا التطبيق الماشريان الحياة تطبيق على مستوى عالي من الدقة، يعني يضمن المعلومة الدقيقة والصورة تأتي بالبيانات التي من الممكن نعالج فيها هدر هذه المياه؟ إلى الآن تقريبا 80% استطعنا أن نحتوي طبعا. نعم. هذا لكن كيف؟ نطمح. نعم. كيف ضمنتم يعني هذه النسبة المتقدمة من؟ من خلال طبعا عدة تجارب وضعناها، مثلا هناك أعطال في الثلاجة أو في الأنابيب، طبعا عينة من المعلمين صوروا ذلك المكان وأرسلوه إلى المشرف، ولكن طبعا في البداية أنا المشرف على أساس أن نضمن جودة وصول المعلومة، ولله الحمد وصلت المعلومة بدقة والمكان المعني كذلك، فبسرعة يمكن أن نتصل بالعامل، عامل الصيانة في كل مدرسة موجود عامل الصيانة مباشرة يذهب لإصلاح ذلك العطل. نعم. طيب دكتور جميل، ما هي المعايير التي على ضوئها فاز الأستاذ حمود وبقية من شاركوا في الجائزة بهذه المراكز المتقدمة؟ طبعا نحن عندنا أهم شيء بالنسبة للابتكار عموما يفترض أنه الفكرة تكون أصيلة. نعم. أصالة الفكرة تكون الفكرة التي تقدمها أو الحلول الابتكارية التي تنطوي على هذه الفكرة تكون قريبة من يعني مطابقة لمتطلبات الواقع ومتطلبات المشكلة، قابلة للتطبيق. نعم. قابلة أنهم يعني في المستقبل ممكن استغلالها تجاريا وممكن تطبيقها على نطاق واسع. هذه المعايير هي الأساسية، بس مثل ما قلنا أهم شيء هي أصالة الفكرة، أنها تكون فعلا فكرة أصيلة ونابعة من المبتكر نفسه وليس التكرار. وإن كان هذا التطبيق أو مثل أي فكرة ابتكارية أخرى بناء على فكرة سابقة، فيفترض أنه المشارك يذكر الفكرة الأصلية. نعم. وإيش مساهمته. نعم. أو تطويره وإضافته على هذه الفكرة القائمة. نعم. طيب إيش هي المعايير والضوابط الخاصة بمجالات النشر العلمي؟ يعني النشر العلمي نحن نعرف أن العالم يتقدم في موضوع تحكيم هذه البحوث العلمية، فكيف ضمنتم أيضا جودة هذه البحوث المقدمة؟ هي في النشر العلمي تكون شوي أكثر تعقيدا من في النشر العلمي. يفترض أن الورقة العلمية تكون أساساً منشورة في مجلة علمية محكمة أو دورية عالمية مرموقة. إحنا حددنا المواقع العلمية اللي يفترض أنه هذه الورقة العلمية تكون منشورة فيها. بالنسبة للابتكار والنشر العلمي في الفئتين يفترض أنه الموضوع يكون عن سلطنة عمان، يتحدث عن التحديات القائمة في قطاع المياه. نفس الشيء مسألة الأصالة، أنها ما تكون فكرة مكررة، طريقة تطبيقها، مخرجات البحث أيضاً، هل ممكن تطبيقها استغلالها أو إنها فقط تكرار، فهي يعني لا. تتشابه ولكن لكل فئة خصوصيتها. لا. طيب أستاذ حمود، يعني كيف يعني استقبل الطلاب هذه الفكرة؟ كيف تقبلوه؟ كيف طبقوه؟ يعني مدى حرصكم على نشر الوعي لأهمية الحفاظ على المياه
في البيئة المدرسية؟ مدرسة بالعرب بن سلطان من المدارس المنتسبة إلى منظمة اليونسكو، شبكة منظمة اليونسكو، نعم، والتابعة طبعا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من سنة 2011-2012. من ذلك الوقت ونحن معنيين بالتنمية المستدامة وخاصة التوعية فيما يخص المياه، فكل عام في 22 مارس دائما نخصص فعالية معينة. حتى العام الماضي كان معنا معرض كبير جدا في موضوع المياه بالتعاون مع بلدية مهلة. هذا العام بداية العام، العام الدراسي 2016-2017، كان عندنا فعاليات كثيرة فيما تخص المياه. الفعالية اللي خلتنا ان احنا نبتكر هذا التطبيق الذكي هو ان الطلاب شاركوا معنا في موضوع الفاقد اللي موجود في المدرسة. فطبعا كل طالب كان ذهب ومسك دفتر وقام يبحث أين الفاقد، أين قطرة الماء الموجودة عند الثلاجات، عند دورات المياه، عند الأنابيب وما شابه ذلك. فكل طالب كان يسجل طبعا الملاحظات معينة، وجدوا بالفعل أن هناك فاقد كبير بسبب يمكن نقول الأنابيب قديمة أو أن الثلاجات أيضا قديمة. فبالتالي كل طالب جاء اقتراحات معينة، فجاء هذا التطبيق بمشاركة الطلاب حقيقة يعني، لأن الخيال الخلاق ينتج إبداعا وابتكارا، ولله الحمد هذا يعني هذا الابتكار هو ليس من صنيع وحدي فقط، وإنما أيضا الطلاب كانت أفكارهم الرائدة هي التي جمعنا هذه الأفكار وخرجنا بحصيلة وهو الماء شريحيان الحياة. طيب يعني فكرة هذا الابتكار الحفاظ على والحد من هدر المياه، هل من الممكن أن يطبق في المنزل؟ يعني قبل فترة تابعنا إعلانا رائع يعني صراحة لوزارة البلدية التقليمية وموارد المياه، هذا الإعلان يبين أن كيف أن الواحد عندما يعني يضع الحنفية شغالة وهو يعني يستخدم الفرشاة لفرشاة أسناني كم كمية المياه المهدرة بتطبيق بسيط يعني، إذا أغلق هذه الحنفية كم كمية المياه التي من الممكن استغلالها. الآن هل من الممكن تطبيق هذا التطبيق في المنزل مثلا؟ نعم يمكن ذلك، ومن خلال يمكن مثلا الأم أو الأولاد اللي موجودين في المنزل إذا وجدوا مثلا ولم يستطيعوا أن يحلوا مشكلة العطل مباشرة يرسلوا لوالدهم أن هناك عندنا عطل كبير جدا، مباشرة ولي الأمر عندما يرجع إلى المنزل يحاول أن يصلح ذلك العطل بصورة سريعة جدا. كل التوفيق لكم إن شاء الله. دكتور جميلة، آلية التطبيق وتطوير هذه الجائزة في المستقبل إن شاء الله. نعم، نحن طبعا بإذن الله بعد الانتهاء من تكريم الفائزين لدينا الآن مثل مراجعة على كل الخطوات اللي تمت سابقا، نعم، وبالإضافة إلى ما واجهناه نحن أثناء فترة تطبيق هذه المسابقة. نستقبل طبعا آراء المشاركين، لجنة التحكيم من على أساس يكون في تطوير أكثر في الدورة القادمة، ونحاول إن شاء الله الإعلان القادم للدورة القادمة راح يكون في سبتمبر اللي هو يتزامن مع أسبوع الابتكار عالمياً ويتزامن مع بداية العام الدراسي، فإن شاء الله نحاول نستفيد من الفترة من التطبيق السابق في إنه الدورات القادمة تكون أفضل إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك يا دكتورة جميلة بنت علي الهنائية، مديرة قطاع البيئة والموارد الحيوية في مجلس البحث العلمي. شكرا لك يا دكتورة، وشكرا لك أيضاً الأستاذ حمود بن عبد الله العدوي معلم في مدرسة بالعرب بن سلطان في بهلة، وأيضاً الفائز بالمركز الثالث في شكرا جزيلا مجال شكرا لك شكرا على الاستضافة. بارك الله فيكم، حياكم الله. توصي معكم مشاهدينا، لم يتبقى إلا مسك الختام، وسيكون ختام مسكنا إن شاء الله شعرا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للشعر.